معرض مجموع الداخلين له خلال 3 أسابيع بالملايين في اليوم الواحد، بنتكلم على مئات الآلاف من مرتدي معرض الكتاب من المصريين والعرب والأجانب. الكم ده والحجم الرهيب من الزوار بيتطلب بالتأكيد خدمات استثنائية تفوق يمكن قدرة وزارة أو هيئة بعينها أو حتى كل دور النشر. تفتكروا مين اللي بيساعد في تسيير الأمور في معرض الكتاب؟ لسائل بيسأل عن صالة ما أو دار نشر أو واحد تايه أو واحد حصلت له مشكلة أو عنده استفسار، هناك المتطوعون اللي لابسين فيست فسفوري أو جاكيت فسفوري، سنهم من 16 ل 25 سنة، تطوع لخدمة ومساعدة رواد معرض الكتاب. معانا مصطفى عز العرب، مي أسامة، ملك فريد، وخالد شريف. أهلا بحضراتكم، أهلا بيكم، أهلا وسهلا، اتفضلوا، أهلا بيكم وسط اخواتكم المتطوعين. احنا النهارده اكسكلوسيف متطوعين معرض الكتاب. أنا بالتأكيد بحيي كل اللي موجودين معانا سواء على الكنبة أو الأريكة، واللي معانا في الجمهور اللي منورين الاستوديو من ساعة ما دخلنا مصر. بحييكم أستاذ مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية، وصاحب فكرة أنا متطوع من كام سنة لورا. موضوع إنه يبقى فيه شباب موجودين في معرض الكتاب دي مش فكرة أزلية، يعني هي بقالها كام سنة بس، مش صحيح. من بداية معرض الكتاب صحيح. من 7 سنين فوجئت باختياري عضوية اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وفجأة لقيت نفسي قاعد في قاعة أو في قاعة اجتماعات معايا أستاذ يوسف القعيد، معايا أستاذ محمد سلماوي، معايا أستاذ نبيل عبد الفتاح، قامة كبيرة جدا. لاحظنا أن معرض الكتاب محتاج فعلا جهود شبابية في تنظيمه. هي بدأت سنة 2018. وبالفعل كان في احتياج، المعرض كان المكان القديم كان كبير جدا، الناس كانت بتضيع يومها كله ما تعرفش توصل لحاجة، كان مشاكل كتير بتحصل ما نعرفش نوصل لها كإدارة معرض. وبالفعل كانت عندي الفكرة دي وبدأناها في 2018، كانت الإدارة 49، وبدأنا يبقى في متطوعين موجودين في أرض المعرض واشتغلنا. وبعد المعرض ما خلص الموضوع كان ناجح الحمد لله، وكان ممكن يبقى وان تايم شو، يعني مرة واحدة وخلاص وينتهي، بس النجاح اللي حققه بعديها ب6 شهور التحقت بالعمل في وزارة الشباب والرياضة مع دكتور أشرف صبحي، وقال الأفكار دي كلها أنا محتاجين الوزارة تتبناها ويبقى عندنا سياسة عامة للتطوع. هو الحقيقة معرض زي معرض الكتاب بالكم القياسي من المرتدين محتاج آلاف المتطوعين، مش مجرد مئات. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.